أخونا يوسف القرضاوي نسأل الله لنا وله الهداية، له فلتات كثيرة جدا كأخيه في الحزبية محمد الغزالي، فهم إذا وقفوا أمام نصوص شرعية صريحة لا قبل لهم بردها تأويلا نسفوها من أصلها جذريا. ونحن كنا نجتمع مع الغزالي والقرضاوي في المجلس الأعلى في المدينة المنورة، وكنا نتناقش ونتناصى بقدر الإمكان والله المستعان، فنجد منهم مثل هذا الانحراف الذي نجده مقروءا اليوم مطبوعا في كتبهم. يكفي مثالا لاتباع هؤلاء لأهوائهم إما تأويلا وإما إنكارا للنصوص الصحيحة الثابتة عند العلماء. المقصود لأنهم وضعوا خطة لتمييع الإسلام بس النية طيبة، وهو جلب المسلم إلى الإسلام، والواقع هو إبعادهم عن الإسلام. حديث أجمع علماء الحديث على تصحيحه، واتفقوا كلهم جميعا في الرد على ابن حزم الذي ضعف حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحير والحريرة والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ابن حزم لا يقاس به غيره من أمثال هؤلاء الكتاب، لأنه في الحقيقة كان رجلا عالما، لكن لكل جواد كبوة بل كبوات. المقصود ابن حزم غلا في هذا الحديث من الناحية العلمية، كان له وجهة نظر وهو مخطئ مع ذلك، لكن غلواؤه يعني أخرجه عن الاعتدال في النقد الحديثي، لأن أي حديث يجد فيه عالم علة حسبه أن يقول أن هذه العلة تمنع من تصحيحه، أما أن يقول إنه حديث موضوع فهذا غلو. وقع في هذا الغلو ابن حزم. نحن نقدم له عذرا لما ذكرنا آنفا، لكن ما بال القرضاوي وأمثاله يجدون كل علماء الحديث الذين هو يؤمن بهم يردون على ابن حزم تضعيفه، ليس حكمه بالوضع فقط، تضعيف للحديث، ثم هو يضرب بأقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ عرض الحائط وبيقول قال ابن حزم حديث موضوع. هؤلاء جعلوا دينهم أهواءهم مع الأسف الشديد، فهم لا يخضعون أهواءهم للشرع لما ذكرته آنفا، إما تأويل وإما التعطيل، إما التأويل وإما التعطيل.